حتى شي واحد، ولكن حتى شي واحد، يعني خذي راحتك هدوش، كاين هنايا الكوزين على الصالون، خذي راحتك، غنخلي لك النمرة ديالي، أنا غادي نمشي، وقت ما احتاجيتيني عيطي لي، نمشي نخدم أنايا مع راك نقراو وخدام. أنا خويا بزاف ربي يخليك الخير والله عمري غنسى. ماشي مشكل، أنا معاك إن شاء الله تيخرج باك وتيولي كلشي على خير. بغيت نسول. مرحبا. فاش خدام؟ خدام كنبيع وكنشري. غنشوف شي خوتها راحتك اللهم امين. يلا راني مشيت بسلامة. حدا راسك. ما تخافيش اختي يلا بسلامة. بغيتك توعديني يبقى عندك. كنوعدك بابا غادي يبقى عندك. السلام عليكم. السلام. 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 زيد عليك واحد الدرهم ماشي مشكل. هاك اخو الله يخليك. الشيخ رباني دري دري والملف باش منك سمع شو ولا لا واخا الشيخ دراري اجي اجي سولو بحال هو ولا غيقول هنا اجي الله يحفظك. واش مركزتش عندي؟ يلا حي حي. السلام عليكم. واش اخي هاني؟ قول لي شعرفت هاد السيد هذا؟ جديد عبد السليم؟ مالك؟ فيك؟ وين بدي سير انت؟ فين؟ صحنا مداشي. سير الحبابة بحالي. يلا بحالي. الله يجعل البركة. منير اجي جر معايا الباص سير شد من تما. السلام عليكم. السلام عليكم. شكون باشا؟ لا باشا. يلا باشا شكون يقول لي سولي؟ صافي يجي يقول لي سولي. اجي انت دابا دخلتي عندي بالسلام وغادي.
هاي باش طار ماشي قبل شي يوم مجموع وغدا البروش خاصنا نجيبو معصم ماشي صافي واخا جميل جميل بغيتك تعاوني على تقبالو انا الملف راه غادي نخليه عندي شوف الملف ما تخافيش عليه الملف هو كاين في الامان وباباك غادي نعشقو من شهر انا عشقو في اقرب وقت دابا غادي تنوضي غتفطري ونخرجو نضربو شي دوره نضحكو بحال ما كاين والو وان شاء الله باباك غادي نعشقو بالطريقه ديالنا صافي يلا نوضي فطري وبدلي حوايجك شنو غنبدل حوايجي ونمشي نخرج يلا سير بجوج انا وياك ضنيت تحت فهاد الكم هادي بعدنا غلطت ملي حلمت غادي نكون انا وياك قاع ما ضنيت الفلوس غادي تفرقنا قاع ما كنت كنظن قاع ما كنت غنخون بالعهد اللي وفيت كيفاش عليك نهون هادي ست سنين مشات ما هاد الريح على من نشكي قاع ما كنت كنظن شكرا بزاف عبد الجليل ماشي مشكل تستاهلي وان شاء الله غنكملوا بالفرحه ديال باباك دابا غنمشي نديك للدار ياك ومن تما كاين غنعاود نرجع عندك ونشوفوا كيفاش غنديروا القديم صافي يلا نمشي واه ها انتي شوفي طلعي دابا انت للدار ياك انا غنمشي نقاد لك الامور غنشوف كيفاش غندير وغادي نرجع عندك الدار صافي يلا ما تخافيش يلا سير انا ايه مزيان سمعي اش غدير غتخرجي غتخلي المافيا تشدك علاش سمعيني باش باك يخرجوا بواحد الطريقه واعره غتخلي المافيا تشدك ياك وغتقولي لهم راه الملف عطيت ولا داك الدري عاد الشليل تقت فيه وعطيتو لي ياك وهو طعني جرى عليا من الدار كتباركه معاه وطعني ما بقاش باغي يعطيني الملف قال لي صافي سيري بحالاتك وانا دابا جيت عندكم برجليه اللي بغيتو ديروه ديروا خاصك تمشي عندهم تقول لهم بحال هادشي وما علاش باش الملف يبقى عندك تي باش ملي يطرقوا في تشوبك تجيو تاخذوا الملف باش ما يبقاوش يتعداو على الناس شوفي ما تخافيش انا معاك صافي ها يلا نوضي بدلي هاد الحاله هادي نوضي حدا هاد الحوايج اي سالي شي صافي يلا زيدي امشي سمعيني دابا اش غدير دابا هذا هو الوقت غتعيطي ليه غتقولي ليه فين ياك صيفطت لك النهار ميساج في الواتساب تصاور با غتعيطي غتقولي ليه فين غيقول لك علاش بغيتي سمعتي تقولي ليه غتقولي ليه انا جاي عندكم دابا وما غيصاحبوك شي بالمال ما تمشي عندهم حتى بلا ما يلا عيطي ها
شوف انا غادي نجي عندك دابا ما دير بابا والو انا غادي نجي وغنعيط شوفي شوفي سمعي ماشي انت اللي غتقولي لي انت غادي انا نقولك انت غادي تجي تماشي وغادي تحب شي حاجه كنقول لك شي ما فيش حاجه عاود على بوك الله يرحمه ما كاين والو عاود على بوك الله يرحمه لا عافاك ما دير والو انا غنجي عندك دابا ونجيب لك الميك شوفي الا حسيت شي حاجه راه غنقول لك من هنايا صافي واخا فين نتلاقى شنقولك انا سمعتيني هاي هاي هضرك ما عندك من الناس تخاف ها سيري غتجيب لي ميلي ها اوكي هاي الو شوفي هكا وحده واحد شويه فين كيف هاي السبع شحال ديال الوقت اعطيني 15 دقيقه صافي واخا انا دابا غادي نشوف شوفي نعم لا ما تحسش شي حاجه لا ما كاين والو ما تخافش ما دير حتى شي حاجه يلا حاجه عتاش غديري دابا دابا غتشوف طاكسي حمار ما غديش طنوه صافي يلا انت شوف سمعان غتركبي في طاكسي ياك وانا غنمشي عند واحد صاحبي ياك غناخذ من عنده موطور مع غيعيطوا لي غنجي نتبعك صافي صافي يلا شدي طاكسي باش نشد الطاكسي وي شوف غتجيب الملف ولا غادي تودع الدريه وبوها انا ماشي سوق باغي الفلوس 50 مليون ها هاك 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 اني جاي دابا وجيب لكم الملف شوف هذا مزور هذا شنو هو مزور هذا الشيء قف مشي وقف قف قف شنو هو قف وليك ابطل 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 يا عصابه هنايا اجي زيد
شوفي باباك انا ولا دابا بخير شكون ما تخافيش عليه غدا ان شاء الله غنشوفوا بابا المهم اهم حاجه عندنا وولا شي دابا انت بخير والعصابه كامله تشتاش ما كاينش اللي غيبقى هذيك دابا سمعتيني والطوموبيل سيري دابا راك عارفه الدار سيري نيشان للدار نتلاقاو في الدار وانا غندي السيد موطور صافي الو سيك بو الو عبد الجليل عبد الجليل وي خويا كي داير بخير هاي معايا باقي في نفس القهوه في نعتي ليا باقي نفس البلاصه اللي قلت يلا احنا في باركينغ انا غنبلاصو ندخل عندك يلا انا كنتسنى يلا 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 شو عندك داكشي اللي بغيت وصلت ليه داكشي هو الحمد لله الحمد لله وقول لي السي كبو ما عاودتيش لنا كيفاش ما جيتيش مع المافيا ما لقيناك واش غادي نقول لك السي خويا واحد البوليس مع المافيا راه هو اللي خرجنا قبل ما تجيو نتوما داك البوليس اللي هز راه بوليسي هذاك راه بوليس قول دابا هذاك هو اللي خرجك قلنا تجي المافيا عندنا حنا ايه هو هذاك السيد هذيك الساعه انا جاتني غريبه من عيطتي ما بغيتش علاش بنتك اللي قالوا لها راه بابا قتلنا بنتك ما مشاني بنتني مسكينة بحال هداش كت صابون بلا شوف تا راه متخافيش راه بابا تبقى مش عايشتي ليا تا بابا تبقى عايشة الصبع تبقى يلاه تشوفي بابا هو السي كفار الحمد لله تشاف لكم عمر جديد هادشي اللي كاين وليد هادشي بفضلك وبفضل الله سبحانه وتعالى شكرا بزاف لك الحمد ايا راه صافي راه متخافش عليه ايا راه انا وليد دار لي هنا السي كفار دابا انا غادي نمشي خليك مع بنتك الله يعاونك كنت عندي معايا الكونتاكت ديالك سكبور خويا عرف السلام عليك الله عانك الله بابا ابتداء من غدا بغيت عبد الجليل هو اللي يتكلف بالخدام ونكون مش صافي بنتي اللي درتي هذاك هو اللي كاين ماشي مشكل الخدمة عجبني بزاف ولكن اليوم انا عارض جينا يلا انا اللي غنصف عبد الجليل ماشي عيب انك تكون فقير مهم انك ولد الناس وجزاك الله عبد المحسن والحمد لله انا احسن حاجه طرات لي في حياتي عرفتك ولكن ربي يخليك ولكن الاسم ديالك ايه غادي نبدلو ما غنبقاش نقول لك ايه ابتداء من اليوم غنولي نقولك الماس غنسميك الماس اشنو بالك اليوم نخدع على حسابي وعندي بزاف ما يتكال صافي موافقة
زياده، لي واحد الهديه من عند اغلى ناس في العالم، من عند احلى ناس في العالم، واللي بيهم باش قدرت نوصل لهذا المستوى، واللي بيهم باش انا كنزيد نبدع في الافلام ديالي، واللي بيهم باش انا كنزيد نعطي اكثر من العالم. ما تعرفش شكونهم هما هاد الناس اللي كيتفرجوا، وغنعطيك الهديه ديالهم اللي بيهم باش وصلت لك.